أمل أهلا بيك. مرحبا بيك أمل. هاي أمل تفضل. مرحبا بيك أمل في برنامج عندي ما قل لك. قداش عمرك ليلى؟ عمري 17 سنة. مرحبا بيك. هاي أمل. كيفاش حكايتك بدات يا أمل؟ أنا أمي توفيت سنة في أفريل. أمي توفيت في أفريل. اللي ربيتك؟ اللي ربيتني. أي. بعد بشهر اكتشفت اللي معناتها هي معناتها ماشي أمي الحقانية. كيفاش اكتشفت؟ ماشي صغار أصحابي معناتها يقولوا لي. شو يقولوا لك صحابي؟ يقولوا لي معناتها راك ماكش بنتها. حبيت نفهم أنا الحكاية. سألت معناتها عائلتنا. سألت با قال لي صحيحة الحكاية. بوك قال لك؟ اي. هذايا بعد ما توفات؟ اي بعد ما توفات. علاش الحكايه ما ظهرتش وقت اللي امك الله يرحمها اللي توفات موجوده حيه ترزق؟ علاش مش ملي واللي انت ملي انت صغير؟ خاطر يعرفوها معناتها باش تتغشش. كان معناتها كان باش تعرف هي ماش نعرف انا الحكايه. اي فهمتها؟ اي ما نجموش يقولوا لي وقتها. كي توفات قالوا لي فهمتها؟ صحابي ولاو يقلقوا فيا وبرشا قلق حتى في الليسي. وصحابك كيفاش علموا اللي انت ماكش بنت امك وبوك؟ العباد برا يحكيو. حكاو من قبل ولا بعد ما توفيت؟ حكاو من قبل اما انا وصلتني من بعد. معناتها حكاو من قبل. هذا اثر شوي على قرايتك هكا على علاقاتك مع اصحابك؟ على اثر لي برشا. وقت اللي يقولوا لك ايش يقولوا لك بالضبط سامحني؟ اصحابك ايش يقولوا لك؟ يقولوا لي معناتها جايه من غير صديق. معناتها جايه من غير صديق وبرشا معناتها قلق. ماكش؟ معناتها جاية من غير صديق وبرا لوج على أمك و في كل عركة يقولوها لك وإلا لا وقتها في أفريل في ماي هكاكا معناتها بداوا يقولوا لي فيها الكلمة هذا. أنت حسيتها؟ في البريود نتاع الدفوارات ما عادش نعرف لا نقرا لا. مازلت تقرا أنت؟ أنا مازلت نقرا. أنا سنة؟ بروميير أني ولا ثانوي. بروميير أني قداش معدك سامح؟ لا دوبلت. دوبلت. دوبلت سنة. مش مشكلة عام الجاي تعوضوا ما فيش حاجة. ان شاء الله. ليزي معناتها امك توفت وكلمات الناس وليزي ما تعرفش امك الحقيقيه معناتها هذا الكل متلمد عليك يظهر لي سنة هكا ولا؟ باهي شنو تعرف على امك الحقيقيه؟ نعرف كان اسمها ولقبها وكها وما نعرف عليها حتى شيء. حتى شيء؟ حتى شيء. بوك شجعكش؟ باي بابا هو اللي شجعني باش معناتها نعرفها نوصل لها. قال لي معناتها ان شاء الله بالبرنامج هذايا عن شي ما قال لك. هو جابك الفكره ولا انت قلت له باش تجي لهون؟ لا لا الزوج مع بعضنا. كيفاش؟ خاطر ما لقينا حتى حل. حكيتوا في الموضوع بينات بعضكم؟ حكينا وحاولنا باش نلقاوها ما نجمناش. شيء عنا كان. قلتلوش علاش خبيت عليا سنين هذوما الكل حتى لين نعرف من عند العباد كلام؟ لا قالوا لي قلوب لغتنا العاميه كلام مش باهي معناها. قال لي كي توصل لعمرك 18 سنه معناتها عام اخر باش نقولوا لك معناتها فهمت. حاب يوصلك 18 سنه باش يقول لك؟ باش يقول لي. امك وبوك؟ اي امك وبوك عاملوك معامله باهيه بصراحه. ما شكيتش في يوم من الايام انهم ماهمش امك وبوك؟ لا لا عمري. عمري بالكل بالجمله. بوك معاك جاي؟ اي معاك. جاي معاك. الليله شكون مستدعي يا امل؟ انا مستدعي امي. مستحقة أم بالحق أنت معناتها؟ بطبيعة. تحب تعرفها المراهقة هي شكون؟ اليوم تتوقع أنه أمك تجي البرنامج عندي ما نقول لك وتنجم تتقابل معها لأول مرة في حياتك وإلا لا؟ إن شاء الله. ما عرفش كل مرة نحس بحاجة إن شاء الله. توا إحساسك شو يقول لك في اللحظة هذي؟ متفائلة ماكش متفائلة؟ إن شاء الله بطبيعة متفائلة. شنو هي رسالتك لامك الليله؟ اش تحب تقول لها لو كان جات؟ نحب نقول لها علاش خليتني. نحب نقول لها علاش خليتني؟ علاش وصلنا هكا هاو؟ نحب نعرفها زاده، نحب نعرف عندي خويت ولا لا؟ تنجم تتفهمها الليله اذا كان جات ولا ما تتفهمهاش؟ بطبيعه متفهمتها. متفهمها. اذا كانت تقول لك علاش خليتك وشنو هو اللي صار؟ نجم تتفهمها؟ تفهمها. ما
نجم تكون راهو امك عندها حياتها عندها بطبيعه العالم نتاعها معناتها الليله مصر على انك تتقابل معاها وتبدا صفحه معاها جديده بالسهل الحكايه عندك والا صعيبه بصراحه نعرف هي أنا حاسس صعيبه عندها هي شوف ينجم الستار الليله ما يتحلش ها مستعده تتقبل انه حد ما يفتحش عليك ستار مثلا حتى ولو امك ما تعرفش على كل انا مش هسبق الخير ليله ان شاء الله ليله تتمكن من انه امك تكون موجوده بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك ان شاء الله امل جات البرنامج عندي ما نقول لك عمرها 17 سنه ما عمرها ما شافت امها البيولوجيه امها الحقيقيه تربيت في عائله ربوها تربيه باهيه قراوها وصلوها الى عمر 17 سنه بوها قال لها الحقيقه قال لها راك ماكش بنتي جابها هو بيديه لهنا حتى يعاونها في برنامج عندي ما نقولك على أنها تلقى أمها البيولوجية اللحظة الحاسمة محمد قاسم مساء الخير مساء الخير علي أهلا بي قاسم ما الجديد عندك في الاستوديو عندي ضيفة أما متوترة برشا دونك مش نطول عليها باش تهبط معي الديريكت بعدك مرحبا بها مدام مرحبا مرحبا بك تفضل مدام مرحبا بك الا في برنامج عندي ما نقول لك منين جيت مدام؟ منين جيت؟ من بنزرت بنزرت من بنزرت مرحبا بك لالا معرسه لالا؟ معرسه عندك صغيرات؟ عندي هاي باهي ربي يفضلهم قداش عندك صغيرات؟ عندي ثلاثة ثلاثة تبارك الله ربي يفضلهم لك عايش كيفاش ثلاثة بنات ثلاثة أولاد زوج بنات وولايد ولايد ربي يفضلهم عايش كيفاش زعما شكون ينجم يكون استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقولك عندكش هكا شك في حد أنا عندي شك في بنية وما نعرفش في بنية وما تعرفش ممكن ياسر الله أعلم شنو شافها شو عندك شك في بنية عاملة عركة أنت ومرأة أنت وبنية أنت وكذا عندي بنية جبتها يعني قبل كل انسان يغلط شنو كل انسان يغلط سي علي جبتها قبل جبت قبل بنايه هاي وما واتتش يعني الظروف واللي تعطيتها المساحه اعطيتها معناتها اي ما نجمتش قداش عمرك اللي جبتها سامحني ما نتصورش وقتها قداش ما تعرفش باهي مدام نعم شوف معايا شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي ما قلت مدام شكوني هذه بنتي متاكده متاكده امل جيت اليوم تحب تجيبولك امك بعد 18 سنه امك اليوم موجوده قدامك بدون تردد بدون ادنى شك قالت هذه يا بنتي عندك ما تقول لها ايش تحب تقول لها يعني حاب اقول لها عسلامة ساعه نقول لها قولها راني حبيت نشوفك عندي 4 شهور وانا نجري نهار كامل وانا نمشي في بنزرت رمضان كامل عديت وانا نمشي انا وبابا ماشية جاية في الاخر الحمد لله ما انت كيريتك هاو you
أمل شنو آخر تحب تقوله؟ نحب شو تحب تقول آخر لأمك؟ نحب أقولها راك ديما في مخي، حتى في الليل ديما نتذكرك، حتى ما نعرفك شما راني نحبك. أمي توفيت السنة، حسيت روحي كأني وحدي، معايا بابا صحيح ما بقي، حاجتي بأم، حاجتي بك أنت. عندك أسئلة أمل تحب تحكيهم لأمك؟ شو تحب تسأل أمك؟ هذه لحظة تمنيتها عمرك 18 سنة، هذه لحظة تاريخية بالنسبة لك أنت، شو تحب تسألها لما راهي؟ حاب نقول لها حبيتك أنت تلوج علي، قلتك حبيتك تلوج علي. ظروفي قاسية برشا سي علي. كلمها ظروفي قاسية برشا بنتي، وما نجمتش فهمني، وانا كنت تحسن ظروفي انا عن قريب انا نجي لبنتي ونعيشها معايا بقدرة الاله، مانيش مسلمة فيك انا، وانتي بنتي للاخر، وانتي بنتي اللي توفي الدنيا، ما عندي حتى حد غيرك، مانيش مسيباتك، مانيش ناكره فيك يا رفيق. اش معناتها عندي ظروف معرسة 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 وعندك صغار؟ وعندي صغار وما نجمش. لكن هذه بنتك راهي من إيه؟ نعرف ما نجمش سي علي، راجلي صعيب، راجلي صعيب. اش معناتها راجلك صعيب؟ صعيب ما حكيتلوش، ما يعني ما صرحتوش انا على الكا هذيا فهمتني، ما صرحتوش اللي انا عندي بنيه. لو تصارحوا لو تقول له يرفض ينجم يتفهم؟ لا لا، ممكن ياسر كل حد على روحه ومن بعد. لكن شنو ذنب الطفل؟ ومن بعد نولي انا نربيها. اما القريب كل حد على روحه ولا معاك بنتك؟ انا نختار راجلي كل حد على روحه، وانا بيدي مش متهنيه سي علي، مش متهنيه معاه. بلا انا ماذا بيا ربي هني. لكن البنيه هذية لا لا، بنتي اولى. تحكي بالحق؟ بالحق ومتاكده. أنت مستعدة تضحي بعرسي وبدارك وبصغاري وعندي بنية؟ أيوة. وهذيك الثانية كهو تسمع يا أمل؟ أسمع ما سمعت عليه. قلت لك مستعدة تضحي بعائلتي وبراجلي وبصغارك، حتى صغارك هذوك، وأنت تقعد معناتها بنتي اللي ما نجمش نتخلى عليك. احنا ماذا بينا مدام راهو، ماذا بينا تقعد مع صغارك ومع راجلك؟ راه هي صغاري معايا. تبعني انت، خاطر التعبير اللي قلته هو مجازي نوعا ما، يعطيك الصحة في انك قاري حسابك اللي راجلك مش باش يقبل، ولو باش يكتشف الحكاية هذيا انت بطبيعتك ماكش متهنية، تزيد تكمل على راسك كل هالدنيا. لكن انت قابلة بنتك ولا ماكش قابلة؟ قابلتها قابلتها، مستعدة انها تعيش معاك؟ تعيش معايا، أما تصبر علي شوي سي علي. تصبر علي شوي سي علي. تصبر عليك حتى حتى تريق الأمور، حتى تريق الأمور قدرة الإله. الروح ببنتي مدام. نعم. هذه هاي بنتك قدامك، أنت سمحني تحب تقابل بنتك ولا ما تحبش؟ تحب تقابلها. تحب تقابلها يعني مشتاقة لبنتك أنك تحضنها، أما ما تنجمش تعيش بحثها؟ ما نجمش، على خاطر عندك اللي قلت لك. عندي صغاري. أمل. نعم سي علي. يكفيك هذا اللي قالته أمك وإلا لا؟ يكفيني. يكفيك. عندك طلبات أخرى؟ المهم هي ما هي مرتاحة ما يسالش. المهم هي تبدأ مرتاحة ما يسالش، فما حتى مشكلة ولا حتى نشوفها يز. عندك طلب آخر من أمك يا أمل؟ دي نحبها ديما تتذكرني، نحب ديما نراها. نتقابلوا ما نعرفش. نتقابلها نتقابل. مدام. نعم. تحس انه عندك مسؤوليه كبيره باش تنجم تعوض لها البنيه 18 سنه؟ نعوض لها. قادره ولا ماكش قادره؟ قادره. ونتصل شوف هي تعرف اش طالبه راه. اي انا قبيلك كنت نحكي مع ابوها في الكواليس، نلقاه قدامي والله، جاني واحد وحدي وحده، قال لي يا علي يا علي عايش، ولدي يجي
قلت له تفضل مرحبا يا عسلامة يا حاج. قال لي راني أنا أبو الطفلة هذه تولي قاعدة تتعدى. أي هي راجل طيب وفاضل أبوها اللي ربيها معناتها مش أبوها الحقاني. أبوها الحقاني تعرفوا كان أنت أنا منعرفوش منين نعرف عرفوش. عاد قلت لك قال لي راني أنا أبوها راني أنا اللي ربيتها وأنا اللي كبرتها وأنا اللي كذا. قلت له يعطيك الصحة والله بارك الله فيك ويرحم والديك ويكثر خيرك معناتها على اللي عملته مع الطفلة هذه. لكن الطفلة هذه ما هي طالبة منك حتى شيء لا فلوس لا حتى شيء. طلبة منك حنان هكا ولا أنا صحيح طلبة منها هي تكون بحذية نعطي الحنان البنتين حب نعرف زاد أخواتي ملي أنا صغيرة نحب يولي عندي أخوات نتمنى أنا نتمنى أن نبدأ عندي أخو ولا أخت عازة روحي وحدي مدام قصرت في حق بنتك صراحة قصرت وتعترف وما تحشمش بهذا انت تعترف بهذا تعترفش معناتها تستعرف انا استعرف اللي انت راني مانيش قاضي تحقيق ولا في المحكمة رانا رانا احنا هنا نرجع الناس لبعضها ونلموا الناس على بعضها ونقرب والبعيد فهمت وهدفنا انساني انك انت تتعرف على بنيتك وتعرف اخواتها عليها إيش طالبة لبنانية قالت لك عرفني على أخواتي لكن توي كأن ظروفي مش توسي عليك إيه إيه هذيك بعد عم أنت قابلة المبدأ هذا قابلة أنا قابلة قابلة المبدأ قابلة بها أي ونتقابل أنا وياها البرة وكل شيء مانيش بعد عليها أنا أي. جملة في أي وقت عمليا كيفاش نعمل مستعدة تجيها للدار اللي عايشة مستعدة. فيها مستعدة على الأقل تبدأ أنت مستعدة تبدأ بشوية بشوية كذا اللي متفاضية مستعدة سي علي أيوة مدام جيت أقف بعدين تقف يا أمل إجاوني إجاوني تفضلوني خلوني بنتك عمرها 17 سنة جيت تتلوج عليك تحب تشوفك تحب تحضنك لأول مرة في حياتها البنية بالفعل تستحق أم وتستحق أخوات التربية اللي تربيتها في العائلة اللي ربيوها ربي يفضلهم ويعطيهم الصحة وكثر خيرهم لكن تقعد محتاجة إلى أم حقيقية أم بالحق تحضنها لأول مرة باش تحب تحس إحساس الأمومة هذه فرصة ليك أنت حتى ربما تتجاوز الأخطاء اللي ارتكبتهم في حياتك ومش عيب لكن مثال إيش نصلحه بعد 17 سنة مش منعاودوش نغلطه خطأ آخر أفضح منه احنا لهنا ما ليش نتحاسبوا على اغلاطنا وشكون فينا ما يغلطش احنا هنا نصلحوا اغلاطنا واذا كان قادرين على ان نصلحوهم ونتجاوزوا مش ما يتكرروش ونمنعوا اللي نجم ونمنعوا هذا راهو معناتها حاجه باهيه هذا ربي وصى بهذا والناس الطيبه اللي يعرفوا الناس واللي يعرفوا الاخلاق واللي يعرفوا معناتها اللي يعرفوا الناس يوصيوا بهذا وهذا مهم جدا سؤالي ليك مدام ونعرف إجابتك مسبقا يفتح هذا الستار نعم أم لا يفتح الستار طبعا مدام تبكيش علي بحديك ما عادش تبكي ما عادش حبنا تبكي هاي جو بحدي هاي مدى وأمل أمل أمل هذه شراز
أنا حسيت أمل عندها الدفاع أكثر منك، أمل حبت توصل للنتيجة هذه أكثر منك، أمل عملت المستحيل مش تعرف أمها، أمل اللي جات وواجهت الكاميرا قدام الناس تلوج على أمها، وحسيت شيراز متقلقة، شيراز ما عندهاش الحل النهائي، شيراز عندها شوية مشاكل. معناتها علاش ما كنتش في حجم الاندفاع نتاعها؟ أنا قلت لك سي علاء عندي ظروفي، ظروفي ما نجمتش أقوى مني. أمل احنا نتفاهموا، يلا ظروفك أمل. نعم تتفاهم ظروف أمك صعيبة شوية؟ نعم بالطبيعة. أه؟ إن شاء الله. وقت اللي حضنتها لأول مرة لهنا، مش باش نقول لك إيش حسيت وشنو إحساسك، لكن لحظة كنت تتبناها عندك 18 سنة، عندك 17 سنة هكا؟ نتمناها. اليوم نتصور أنك فرحانة. بطبيعة فرحانة. وأنه عندك لأول مرة في حياتك، لأول مرة في حياتك عندك صورة بينك وبين أمك، إن شاء الله تو نهديوها لك. أونتر بارونتيز فولا وتقسمت على اثنين، تشبوا برشا على بعضكم هكا ولا؟ والله بنتي بارك الله، معناتها فرد تقريبا فردش بيها. معناتها نحب نحييك لأنك طلعتها بالضربة الأولى، لأنه إحساس الأم قلبك خبيرك زايد، ما تكسرش بس. على كل إن شاء الله نتابعوك في الأيام القليلة القادمة ونسمع عليكم كان الأخبار الباهية. تحية كبيرة لأمل وشيراز. تحية كبيرة لك أمل، مرحبا بك، تنكلموك شيراز، تنكلموك، مرحبا بك. الليلة تمكن فريق برنامج عندي ما نقول لك من أنه يرجع أم البنتها بعد 17 سنة، مش من الغياب، بعد 17 سنة من أخطاء قد يرتكبها الإنسان في ماضيه. مش عيب الخطأ مهما كان حجمه، العيب أنه ما نصلحوش. الليلة حاولنا نصلحه، جزء من خطأ ارتكب في حق البنية وفي حق، لكن اليوم كانت أيضا الحاجة اللي تفرح أنه فما إرادة متبادلة بين الزوز من الناس في أنهم يداركوا أخطاء الماضي نحو واقع جديد قد يكون خير برشا.